Technique for all men and women, world was and still dangerous, crimes become easy. كبيرة قامت بسبب ان واحد دفع عليه بالضبط.
هو مش قصده مش راح مره واحده وراح على رجله، وهو بيعدي الناس على رجله، ايه اللي حصل؟ تقول له مشكله، انت مجنون، انت عارف، انت مش عارف، انت مش عارف انا ايه، هو اللي يعمل كده بوليس نص ليه؟ طيب نعرف عنه ليه بقى ضيق الموضوع ده نعرف عنه؟ لان انت مهما عملت هو مش عارف. صح حاولت ادور في قصه قضيه الافق لقيت انسب قصه كانت قصه سيدنا عمر بن الخطاب. كان ماشي في الصحراء ووراه الحاجز بتاعه، سيدنا عمر ماشي مجهول بيفكر بيقوش في كل حته وحمل كبير على كتفه، وسيدنا ابو بكر لسه ميت، فماشي سرحان، فواحد نايم تحت شجره ومات رجله في وسط الشارع، سيدنا عمر داس على رجله. فالراجل اتسرع وقال له النوم بيقول له أعميت ده غلط الافق، لان هو لو ما كانش سمع عن مين هو عمر بن الخطاب يبقى اكيد سمع عن المبشرين بالجنه، ما سمعش عن المبشرين يبقى سمع عن امير المؤمنين، يبقى مفوت كل ده، يبقى ده في حاله تفهمه حاجه، وبعدين هو لو كان بيفهم ما كانش هينفع في شجره Thank you.
مرة في الأول مضيق الأحسام وإيه؟ ضيق النطق، أنا مش بتكلم عن الدكتور، خليكم معايا في الصينية في الأول بيفوت له على إنه هو ضيق النطق، بس النتيجة إيه؟ النتيجة إن هو بيزود في اللي هو بيعمله، يعني لو كان التفاوض في الأول بنساء بعد الله أعلم ما هيبقى إيه بعد طيب حد يعرف موقف تاني؟ ممكن يشيل ممكن ايه؟ يعمل فينيش العفو عند المحضرة دي ريفلكس انت كل اللي بتعمل فيها ان انت بتسيطر على الشخص اللي موجود هناك من غير اسف وضعك معايا ده كده بسيطر على الشخص اللي قدامي من غير اسف بمعنى ان انا مش هخسر مش هخلع له مفصل مش هكسر له عظم مش هخليه في ضغط انا عايز افتح فرصه للنقاش هو انت بتعمل كده ليه؟ انت بتحس ايه لما بتعمل كده؟ متعود على كده منطقي؟ فاللي كنا بنتكلم فيه كده اولا احنا اتكلمنا في البايوميكانكس لازم نفهم نقطه الشخص اللي هيتطلع عليك لا يمكن لاي حد من الاحوال الشمال او يجيله الشمال ناس كده كده مين؟ مين كده معاكسة في المشكلة؟
det har skjedd. Nei. De drev det helt veldig mye. Men jeg har aldri hengig. Jeg skjønner at det hengig er til min fokusser. Hva da? La meg ikke ditt prosjekt. La meg ikke ditt streit. Norsk en fall. Det der jeg har hatt en vahil eller hatt en vahil. Hva da? Det. Det er streit. Man er ikke nødt til å skjønne gjennom alle vahil. إنما من الحرب ليلة إلى معنى كده نطور مشي على الله على الإطلاق هنا. طبعا ما فتحت الإجابة دي هنا. فتحناها ليه؟ أنا عايز الأول أحول إيدي بالراحة. والله وفي نفس الوقت أنا مش عايزها تبعد عن دين تماما. فأنا هنا أنا بخرج من ناحية أضعف حتة في الدايرة عندي. اللي هي النقطة دي. النقطة اللي الحالة ما كملتش فيها. دي النقطة اللي أنا بخرج منها عشان أفتح الإجابة دي. والله لما مسكت أنا من الإجابة دي كده انا لسه ما عملتش كنترول لان في احتمال يضرب بيه شفاه سيبنا من هنا الجاب اللي احنا فتحناه وسيبناه وعصرناه من هنا معايا حد كده بيضحك ليه طيب ايه الثاني اللي انا هعمل ايه عندك اختيارات كتير لا لا انا هحط هنا مفتوح انا مش هعمل حاجه جنب الجسم هنا مفتوح دي حاجه واضحه عندك الفورم من تحت مفروض فورم وصلت لهنا بعد كده المحاضرات دي انت مش
الشارع واقفه على الارض بصيله وبعد كده بتصلي وتفكري وانا هسلم انا هعمل ايه؟ وراح الحق هي لما تيجي تعمليها في الشارع الموضوع كله ما بيخش ثانيه واحده. وصلت؟ قبل ما هو ينفع ياخد الاكشن بتاعه. وراح اوكي. طيب ما هو الناس اللي هيبقى اقوى منك مش بس Bye.